من جديد نحييكم أيها الأفاضل وإلى الأهواز مرة أخرى، ومنها المشترك علي الموسوي. المشترك سيد علي الموسوي، العمر 22 سنة، من الأهواز، صوته لعلى رقم 36. حسين طحن جروحه ويانا ولاق الحزن بينا، ونام الله كل من جاء هذا الحزن لينا. أجمل حزن بالكون وأجمل تعب وجروح، كل هاللقيناه من شفنا بوسكينا، من شفنا بوسكينا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيد علي الموسوي من الأهواز، العمر 22 سنة. يا حياك الله. يما يا ماي عيني يا يما، انا يا ماي يا ماي يا ماي يا ماي للدنيا ويا زينب ويا زينب. والشام يا محمد بدينا الصوت انا والشام يا ابويا ابويا وللكوفة بسبع نقامات، انا والشام الخيم قطعت علينا النفس علينا النفس. أنا والشام لهسه من الحرق دخان بي، يا لهسه من الحرق دخان يا 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 سيدة رقية سلام الله عليها، شاعر البوذية عمه بعد البوذية من كانت عمي الفلاح العنبق للشاعر فلاح العنبق بعدهم. سيدة رقية سلام الله عليها بعد انتظار طويل يجيها رأس الحسين عليه السلام وهي تخاطب، شو تقول؟ عايفني تقريبا شهر نار وبكي وخيل ونوق، خيال عفتك بالحرب راجع لراسي بصندوق. عايفني تقريبا شهر نار وبكي وخيل ونوق، خيال عفتك بالحرب راجع لراسي بصندوق. اجيت ما شفت صدرك اجيت بكيت دمعتي بنحرك بكيت، اجيت ما شفت صدرك اجيت بكيت دمعتي بنحرك بكيت. جاوبني الزهراء تساعدك ببركة صلاة على محمد وآل محمد. الله على محمد وآل محمد. عايفني تقريبا شهر نار وبكي وخيلي ونوك، عايفني تقريباً
نار وبكي وخلي ونوك خيال عفتك بالحروب راجع لراسي بصندوق راجع لراسي بصندوق جيت ما شفت صدرك جيت بكيت دمعتي بنحرك بكيت دمعتي بنحرك بكيت عايفني تقريبا شهر نار وبكي وخلي ونو خيال عفتك بالحروب راجع لراسي بصندوق راجع لراسي بصندوق اجيت ما شفيت صدرك اجيت بكيت دمعتي بنحرك بكي دمعتي بنحرك بكي يا ابو شفا ما في مفطرة يا ابو شفا ما في مفطرة يا الما قطعت بناسه فرع جيت على الرموح لا درعك ولا طاسه لا درعك ولا طاسه مديت شافي بويا لك مديت شافي بويا لك ما تمت شاف مدراسه الله يطيب ذبحته يا الطيب الله انفاسك يا الطيب الله انفاسك يا الماني من طول السبي عينك بغت عليتا شوياك بوجهي بغت من حرقة وعلينا خيا من حرقة وعلينا خيا بغيت الهجيب ذكرك بغيت بكيت دمعتي بنحرك بكيت احسنت 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 يا سيدنا من الشاعر ابويا من الشاعر للشاعر حمزه السماوي احسنت احسنتما احسن الشاعر بارك الله بي احسنتما عم ابو محسن انا قد ما نقول الشاعر من يوصل هنا نقول اخو بعد ما يسجلون لا لا من يوصل هنا نقول حتى ننزل من اقولها يا ما اقولها قول ليش تقريبا ليش تقريبا عفوا حجي عمي هو الشهر كان الف سنه زينب الرقيه هسه اقولها عايفني يا ابو يا شهر وهي المدة كانت أقل من شهر مي خالي ذلك أنا قربتها تقريبا يعني هي المدة مو شهر يعني من نقول عايفني يا أبويا شهر راح نلتزم لازم 30 يوم بينما إذا قلت تقريبا أنا أوصل أما أكثر من شهر بيومين أو ثلاثة أيام أما أقل هي تقريبا نسبة أما أقل أما أكثر حس الشهر رمضان نعم. نوبات 29 يوم 28 يوم والله إلا 30 نعم. شهر رمضان تقريبا شهر رمضان الذي انزل يعني فيه القران مرات يصير 28 يوم هي 25 يوم تقريبا 25 يوم احسن بارك الله فيك تاج الراس هو احد الاشهر الميلاديه فقط 28 مستخدم هاي الكلمه ما مستخدم دكتور تقريبا ما مستخدم اذا دكتور مهدي دغاغله تفضل باعتباره من الهواز فدكتور مهدي حتى يستلمه اول واحد شكرا دكتور وشكرا سيد حسنين وشكرا للمتسابق سيدنا الجليل سيد علي الملة سيد علي الموسوي من الأهواز من أي مكان الأهواز سيدنا ليش طفيتها من دسفول ما شاء الله من دسفول مدينة دسفول مدينة دسفول جميل جدا حياك الله صوتك شجي مليء بالعرب الجميلة جدا
واضح أنك يعني مؤدي ورادود متقن، هذا ما بيشك. لكن إحنا كلجنة يعني إذا هناك بعض النقاط نشير إليها، واضح بالنسبة إلي أنا شخصاً أنه عندك يعني تاريخ وتجربة بالأداء، هذا واضح. بس الإشكال اللي موجود أولاً كنت شوي مرتبك وخايف، يعني منتصف الثاني من أدائك كان أضبط وأجمل، بعض الأحيان تكاد أن تخرج عن الإيقاع. وأيضاً هناك نقطة وهي صوتك اترافقة حشرجة من الأول إلى الأخير، يعني كانت مرافقة لصوتك دائماً هاي الحشرجة، أو ممكن هسه عارضة مالت زكام أو غيرها إن شاء الله ترتفع. والشيء اللي تقوله أنه أنت مميز وإن شاء الله لك مستقبل أفضل من هذا إن شاء الله تعالى. سمعت الشيخ الطائي، تفضلوا. حبيبي سيدنا بارك الله بيك. أنا أي ملاحظة ما عندي بما يتعلق الأمر يمين، قصيدة جميلة، وحتى اللي ذكره جناب الأستاذ الكبير أبونا ملا جليل بخصوص العبارة أنه شهر أو نرفع كلمة تقريبا، هذا بالفن ما بي مشكلة أبدا. أبو محسن حرشة يعني هاي وياك. لا لا هو مو شوف، لأن أنا صاير لي 50 سنة أقرأ، تقريبا ما سامعها بالشعر كلمة تقريبا. هسا راح ننزلها للسوق. اي بالابيات مي خالف، بس بالمستهل هذا. عم ابو محسن انا تعمد اخليك ما سامعها، حتسمعها من جديد تعجبك. قصدي لا مو انا حتى المتلقي من يسمع دل الشعراء انه اكو اشكال دل الشعراء. لا لا احنا اذا نخلي فنيا ماكو اشكال. عم ابو محسن اذا نخلي كل شيء سامعه ماكو فايده، احنا نريد جديد. بالابيات على راسي انا. الله يسلمك، الله يسلمك. نصيحه، بارك الله بك سيدنا. مستهل شويه يعني. بارك الله بك ملا جليل، بارك الله بك ملا حمزه. فدوا اروح لك. الله يسلمك، اقطعوا نزاع القوم. موفقين ان شاء الله. شكرا استاذ حسام، تفضل. حبيبي علي، احسنت جدا. صوتك طبعا واضح فيه خبره، تاكيد بتقرا من زمان. بس عندي سؤال، انت عارف مقام ايه اللي انت قريت فيه القصيده؟ تعرف المقام بتاع القصيدة اللي انت قريت فيه؟ أي مقام؟ أي مقام؟ ما تعرفش، ما فيش مشكلة. انت ابتديت كرد صح؟ ها؟ ابتديت كرد؟ مين مدرب بتاعك؟ ابتديت كردتك منه؟ المدرب؟ أيوة. وبعدين رحت بيات؟ بقصر بيات. هل انت عدت تاني؟ رجعت تاني من الأول في الآخر صح؟ يعني عملت رباط في الآخر نفس اللحن بتاع المستهل بس رجع. أيوة بيات. المقصير، المقصير بقى بتاعتك دي انت رجعت فيها بياتي مش كرد. صحيح صحيح. بس انا اعتقد ان هي كانت المفروض تبقى كرد، مظبوط؟ تمام. مقاصير مفروض تبقى كرد، يقول لك ما ترجع صحيح. ترجعها بيات. انت كنت مسلطن بيات فكملت بيات وكملت بيات صح؟ فدي انا خدتها عليك شويه. غير كده انت ممتاز، بس هو غصب عنك هم قريبين، فانت ممكن بس من كتر ما سلطنت في البياتي فما جيت ترجع للكرد ما تمكنتش منه. بس احسنت، صوتك جميل، ادائك رائع، عجبني احساسك، عجبني كل حاجه. بس هي بس دي النقطه اللي خدتها عليك. احسنت حبيبي، شكرا. أحسنت جزيلا. عند دكتور عماد ما عندي شيء، خلي بعد ابو زكريا لازم نخلي له شويه، يعني خاف ناخذها لليحش. بس هو اخذ له 2-3 هسه سؤال يعني. والله خلي يكملها. لا هو مجهز عبارات، هو من البارحه. ابو زكريا الاستاذ الالمعي، تفضل. حبيبي حبيب سيدنا، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. وشكرا للسيد علي، الله يبارك فيك والله يحفظك. السيد علي طبعا صوته جيد، وعنده عذوبه في صوته، وعنده هذه المسحه الريفيه موجوده في صوته، وكانت باينه واضحه من خلال ادائه للأبوذيه، عمل الاداء بالطريقه الريفيه، وكانت من مقام البيات، اداها بشكل جميل حقيقه. القصيده طبعا نعم كان بالبدايه في المستهل اخذ شويه كرد، وبعدين في الابيات لا كانت بيات، فالبيات اثر بالرجوع بقى بيات، يعني ما رجع على الكرد مثل ما ذكر استاذ حسام، التفاته صحيحه. ولكن لو نلتفت الى اداء القصيده بالابيات نفس ادائك بالابوذيه، بس هنا خليت الايقاع، هناك بدون ايقاع، يعني شوي لو مغير، يعني نفس البيات نفس المقام وبنفس الاسلوب، فقط هنا خلى ايقاع، المفروض شويه يغير يعني في القصيده حتى يبين عنده اداء هنا واداء هنا. أحسنت كثيرا والله يبارك. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم الله، أحسنتم، حياكم.
الحمد لله يعني ما ناسين الحسين وذكر الحسين عليه السلام. لذلك إما كنا بكربلاء إما بالأهواز إما بأي مكان بأي نقطة، الحسين عليه السلام هو ويانا وأنيس ويانا. هالمرحلة الأولى باعتبار هي أول تجربة بهالمسابقة، يعني الحكم هم انطوني نصائح جدا طيبة، طبعا راح استخدمها إلى المرحلة الثانية أو الثالثة إن شاء الله نرضي الحسين عليه السلام.